الوقفة هي في سياق الوقفات ديالنا، لأن هذه مسيرة ديال الوقفات والاحتجاجات على هذه الدولة هذه اللي وصل بها درجة التصلف وعدم الانتباه لهذه الأوضاع ديال التي يعيشها المواطن المغربي، اللي هي أوضاع مقلقة جدا، البطالة واحد النسب عالية جدا مرتفعة، تسريح ديال العمال، إغلاق الشركات. أمام هذه الوضعية هذه المعيشة لا يمكنها أن تكون تستقيم، وبالتالي ازدادت سوء تدهور الوضع الاجتماعي للمواطنين، بالإضافة إلى الكارثة ديال اللهيب ديال إشعال اللهيب الغلاء في المواد المعيشية، وأيضا البترول الذي يعتبر هو المحرك ديال الاقتصاد. وبالتالي نعيش اليوم واحد الوضعية اللي هي تنبئ بكارثة، أنه نسبة البطالة ونسبة الفقر ارتفعت بواحد النسب قياسية في المغرب. كنا أمام بطالة، أوضاع اجتماعية متدهورة، الشغل غير قار، أصبح يمس حتى الشغل على المستوى الصحة، على المستوى القطاع ديال التعليم، الصحبة التشغيل بالعقدة. وبالتالي على أن الدولة تسير إلى الهاوية، إلى تسير إلى سياسة اللي هي غير مفهومة. أصبحنا اليوم لا نعيش لا أمن، ليس لدينا أمن غذائي ولا أمن طاقي ولا أمن على المستوى السياسي الديمقراطي. هناك اعتقالات، هناك حملة على الإعلاميين، على الصحفيين، قمع ديال الوقفات الاحتجاجية. إذن نحن نعيش وضعا استثنائيا سياسيا اقتصاديا واجتماعيا. كانت واجدوا اليوم في الوقفة اللي دارت لها الجبال الشمائية الفرع ديال فاس، وهي وقفات كانت في جميع الوطن ديالنا الجريح، من اجل اننا نعبروا على هذا الغلاء ديال الاسعار والغلاء ديال المعيشه وارتفاع الصاروخي ديال ثمن المحروقات، وايضا على الاعتقال السياسي والهجوم الغير مبرر على كل الحركات الاحتجاجيه. اليوم جينا في هذا السياق، اليوم احتجينا في هذا السياق، لان كما كيعرف الجميع ان المغاربه وصلوا لحد في المعيشه، ولات مطيشه غاليه عليهم، البصله غاليه عليهم، الفلفله، كل شيء ولا غالي عليهم. كنشوفوا ان الحكومه كتجاوب بواحد تعاطي كتعاطى بشكل سلبي. مثلا الناطق الرسمي باسم الحكومه قال لك اللي بغى طوموبيلته يحركها يمشي يخلص من جيبه، هذا ماشي تعاطي حقيقي مع القضايا ديال الشعب المغربي، ماشي تعاطي حقيقي مع الاحتجاجات ديال المغاربه، ماشي تعاطي حقيقي مع التذمر ديال 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 المواطنات والمواطنين المغاربه اللي ولاو بصح يعني، ولان ما بقاش قادر الانسان يتحرك بالطوموبيل ديالو، ما بقاش الانسان قادر انه يركب شو سميتو في اي حاجه، لان الثمن المحروقات اصبح الثمن ديالو خيالي. كنشوفوا انه وصل حتى ل 15 درهم، لان هذا الشيء يعني كيدعي شو سميتو ان المغاربه يخرجوا يحتجوا يطالبوا بالحقوق ديالهم، يقولوا بركه من هذه الزياده، يقولوا بركه من هذا الشيء، بركه من القمع، بركه من الاسكات ديال الصوت ديال المواطنات المواطنين. كما مثلا وزير العدل بغى يمرر ذاك القانون باش ان ما يبقاش يتحاسبوا الوزراء او المسؤولين على الفساد، يعني هذا كيبين ان هذه الحكومه تريد ان تنهج مبدا ديال الاستبداد ومبدا ديال الفساد. لذلك جاء السياق ديال الجبال الشمائيه المغربيه في كل الوطن ديالنا الجريح باش انها تقول كفى من هذا، واننا مستعدين اننا نتصدوا لهذا الشيء، واننا مستعدين اننا نرجعوا للشارع من اجل اننا نقولوا ان المغاربه راهم ما ساكتينش، وان المغاربه غيستمروا في النضال ديالهم، تيطيح هذا الشيء كامل وتيتوقف هذه الزيادات الصاروخيه. وتحيه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.